نحن في القرية عندنا مسجد كبير هو الذي تقام فيه التراويح والتهجد. طيب. وللأسف تبين أن إمام هذا المسجد صوفي صاحب قبور. يعني يسأل غير الله؟ والله لا أدري، لكني رأيت له صور وهو يزور المقابر. يعني أنت متأكد؟ بس عفوا يعني هل أنت تستطيع تفتي أن هذا الشخص كافر؟ لا 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 أستطيع. خلاص صلي وراءه، وإن وجدت مسجدا آخر أفضل صلي وراء الأفضل. بارك الله فيك.